انا في القوهر القوهر لهيه فتك الزر راه تصدمنا هذاك النهار لا اله الا الله مخلعنا لدرجه انه كاع ملي كنا كنخرجوا بحال هكا كنمشوا غير بحال هكا كنجلوا الوقت هنايا في هاد البلايص عندنا كاع متلينا كاع نخرجوا كاع متلينا كنغامروا بروسنا قالت لنا اش كنخرجوا قالت لنا نقدوا نمرقوا تصدمنا والله الا خلعنا هاد الشيء ولات لنا قدينا نخرجوا ولا يخرجوا ولادنا واليوم خويا بغيناهم يديروا لنا حل هاد الدويرات مهما كان نوع هاد الحل يديروه لنا لهاد الديور واش هاد الديار هما اللي مشى لينا من الحوايج راه فيهم اللي مشى لينا من المواعين راه فيهم الدراري خسروا كيجيبوا حشاك الاولاد نسوات من الفوق ويجوا هنايا خسروا لنا الدراري اليوم بغيناهم يديروا لينا حل الله يطول عمركم لهذا الحي لا كل شيء تهمج وكل شيء طاحوا بيبان وكل شيء والخطوره اخويا مات لينا قدينا نخرجوا هاد الشارع داروه لينا ما فيه ضو ما فيه شيء واليوم حنايا بغينا الحكومه تعاوننا في هادشي يديروا لينا لي حل هاد الجريمه هادي اللي وقعت هاد في هاد المده الزمنيه اللي وقعت فيها هي جريمه شنعاء هاد ساكنه تحت الحي هادي اللي ما كيعرفش كاع المشاكل ما كي يعني كافه من كافه الاحياء اللي هي احياء هادئه بزاف 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 ما كتلقاش فيها كاع المشاكل والو وتفاجئنا بهاد المشكله هذه تفاجئنا بها والساكنه كلها تخوفات بزاف لحقاش هاد الديور هادو اللي كاينين كلهم اغلبيه ديال هاد الديور كلهم ديور مهجوره كلهم هادو الدور العائدين دور مهجوره كيدخلوا فيها غير اللي كيمشيو يديروا مشاكل اللي كيتناولوا مخدرات اللي كيمشيو كيتناولوا مخدرات الاشخاص اللي هما نقولوا مجرمين.